السلام عليكم، ازيك يا دولا؟ ايه دي اللفه اللي معاك دي يا دول؟ يا دولا سندوتشين طعميه بتقود بيهم. سندوتشين؟ تجننت يا ده رمزي جايب سندوتشين؟ انت يا ابني مش عدد واحد رمزي؟ اه صح. طيب يبقى تجيب عدد واحد سندوتش. ايوه يا دولا، بس انا بحب الطعميه قوي يا عم. بقى ما دام بتحب الطعميه ما تجيبش منها يالا، لانك لو جبت منها وتاكل منها هتعوز تاكل منها تاني. هات حاجه ما بتحبهاش. ايوه يا دولا، بس انا كده هو لو جبت حاجه انا ما بحبهاش اقوم جايبها ورميها تاني يا دولا. حلو، اما ترميها بقى اولاني، تاني مره مش هتجيبها خالص. يبقى وفرنا تمن الاكل، مش كل شويه تيجي تقول لي عايز فلوس عشان الاكل، عايز فلوس عشان الاكل. لا يا عم بقى، ده انا كده هون اموت من الجوع يا دولا كده هو. يا سلام لو مت بقى كمان يا رمزي، توفر خالص بقى، مش اكل بس، اكل وشرب ولبس. وفر يا رمزي، وفر وفر يا ابني وفر. كريم يا رب، الهي ينور بيتك بحريقه يلي ما بتعتف على الغلبان المسكين. كرامه لله، كريم يا رب، الهي تقف في طابور العيش يوم بحاله، ما تاخد رغيف واحد وتيجي تشيلك الاسعاف يلي ما بتعتف على الغلبان المسكين. كرامه لله، كريم يا رب، الهي ابنك يتكهرب في بوكس كهربا طلع السلوك منه قد كده اهوت يلي ما بتعتف على الغلبان المسكين. كرامه لله، كريم يا رب. منور منور يا عم زباله. ازيك يا عم زباله؟ اتفضل يا عم زباله. شكرا يا حبيبي، ربنا يخليك وينور لك اللي بالك يا رب، والاقي البازار ده بتاعك في يوم من الايام. يا هتدعي وتقول يا رب عايز البازار يبقى بتاعك، يعني من مجرد دعوه من شحات؟ يا وادي رمزي، مش تقول لي ان الاستاذ عادل هنا؟ يا استاذ عادل ربنا يبارك لك ان شاء الله باذن الله، ويبقى عندك 11 بازار. قادر يا كريم، بس باخد بالك بقى يا حلو من الضرايب. يا رب يا رب يا دوله، ده راجل غلبان يا دوله. ادي له حاجه يا دوله. ادي له حاجه ايه؟ ادي له حاجه ايه؟ لا مش هدي له حاجه، ما فيش حاجه. شكرا يا عم زباله، شكرا، ربنا يكرمك. يلا اتكل على الله. يا ابني حرام عليك، ده انا عندي عمليه بكره الصبح، حتى جواب المستشفى اهو اهو اهو. ده ايه المستشفى الزباله اللي بتدي جوابات كده؟ دي عمليه ايه دي يا عم زباله؟ قص ضوافر، بادي كير يعني. قص ضوافر دي مش محتاجه عمليه، دي محتاجه قصافه. دوله طب ما نديله المقص بتاعنا اللي هنا اهو. مقص ايه؟ مقص ب2 جنيه؟ هي اي مصاريف وخلاص ولا ايه؟ يلا يا عم زباله، يلا اتكل على الله، اتكل على الله. يعني ايه يا استاذ عادل؟ لا مؤاخذه، انت هتظبطني ولا هتفوترني؟ بص انت هتعمل لي فيها بتاع ضرايب، هات الجنيه للواد اداهولك واتكل على الله. يلا اتكل على الله. بموت بموت يا ناس. موت موت موت، ما تقلقش، موت براحتك، وهنبقى ندفنك في اي باسكت بره. يلا دولا. ايه صوت القلب ده يا دولا؟ معلش يا عم، معلش يا عم، معلش. ايه ده؟ ثانيه واحده، دي ماما. مامي حبيبتي، انا جبت لك اللابتوب وجايبه لك على النادي حالي. ادي يا سيدي الشحات اللي صعبان عليه، معاه موبايل. يا خبر ابيض. طب وانا بقى دوله مش هتجيب لي موبايل؟ نجيب لك موبايل؟ اه طبعا، اول ما تموت يا رمزي. اله يا رمزي، وانت بتغسل وشك بميه ساقعه تطلع سخنه وتغسل غسل يا رب.